هل تؤيد ضربة التحالف لتنظيم الدولة في سوريا؟ أنا مع ضرب النظام والقضاء على النظام. لا يوجد عندنا، شايف شلون، هنا حركات إسلامية، داعش أو غير داعش بالمنطقة الجنوبية، عرفت شلون؟ إحنا مع إسقاط النظام وإنهاء النظام فقط. هل تؤيد ضربات التحالف لتنظيم الدولة في سوريا؟ لا، لأنه مستعمل مصالحه الشخصية. هل تؤيد ضربات التحالف لتنظيم الدولة في سوريا؟ النظام أولاً. هل تتوقع أن الضربات قادرة على إنهاء قوة تنظيم الدولة في سوريا؟ لا يمكن لأي تحالف أو أي قوة في العالم تحقيق أي غاية أو هدف بدون موافقة أو رضا الشعب السوري.